خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم هذا لابارتمون جات بناء على الطلب ديالكم نتوما، نتوما اللي طلبتونا على هذا لابارتمون اللي مشات لنا في هذا المطاع هذا. فين كاين هذا لابارتمون؟ لابارتمون ديالنا اليوم من الحجم الصغير وبالثمن اللي نتوما طالبينه، الثمن همزه وجد مطلوب. لابارتمون ديال اليوم جات في بوخالف العرفان واحد. العرفان واحد اللي معروف بالجميع، بزاف ديال الابارتمون اللي كانوا عندنا هنا الحمد لله تباعوا، وكنتوا كتسقسيونا واش ما عندكم شي حاجه جديده في الجامعي. اليوم حنا جبنا لكم ابارتمون في الجامعي. هذا الابارتمون فيها 58 متر، هذا في الايطاج الثاني، والثمن ديالها نتوما اللي طلبتوه. ويلا نكتشفوا هذا الابارتمون جميع، ويلا نكتشفوا هذا الابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم الحجم ديالها المتوسط فيها 58 متر، مع الدخلات كما كتشوفوا كاين السيجور صالون تبارك الله كبارين. وطبعا في السقف كنجبروا هذه النوعيه ديال القوس كيف ما كتشوفوا، وهذا السيجور هذا بامكانه تستغل ونعملوا هنايا صاله مونجي، او بامكان نطيحوا هذا السور اللي كيفصل ما بين السيجور وكوزينه. يعني هذا السور عملنا غير باش كيفرقوا لا بارتي بريفي على الصالون والسيجور، يعني بحال نتوما اذا كنتوا بغيتوا تزيدوا في المساحه وتزيدوا في الاضاءه ديال لابارتمون ديالكم، هذا السور تقدروا تزولوا علاش كيديريكتومون كيخرج الكوزينه، تقدروا يعملوا كوزين امريكان تكون مفتوحه على السيجور والصالون على حسب الاحتياجات ديال الشاري شنو غايبغي وعلى حسب الذوق ديالو. حتى اذا حرفت ليهم كاع يعيطوا لنا، حنا تكلفوا رينوفاسيون جديد، يقولوا لنا غير شنو بغاو وغادي نرجعوا لهم دارهم جنة كيف ما بغاو. والصالون تبارك الله راه كبير وواسع، يجيكم طيب سداد دوكتا، سواء بغيتوا تعملوا هنايا غير الصالون ماروكان مع هنايا كنابي او لا صالون صالون عصري مثلا، صالون كامل يعني مطبق يجيكم تلطف وتجيك سداد حتى لهنا. حق طبعا حنا كمغاربه ما كنسمحوش في التقليدي ديالنا، يعني غيفضلوا المطارب والكوانات. داكشي اللي كاين الصالون كيف ما شفتوا راه فيها جوج ديال التقاعد ماشي طاقه واحده، ويقدروا حتى هاد الصوره هنا اذا بغاو حتى هو يطيحوا ويكبروا في الصالون يخليوه كامل صالون واحد. ديك الساعه اللي لابارتمون كامله سين امريكان اللي مفتوح على بعضها ومشمس اكثر من هيدا، واخا هي اصلا جو الصالون فيه جوج طيقان راه مضويه ضويه ومشمسه تبارك الله. وهنا كتبقى لا بارتي بريفي الكلوار اللي فيه جوج ديال النعاس والحمام والكوزينه، حتى هو فيه هاد النوع هذا ديال الكبس. ولا بارتو صراحه الله جاتني تي ولا وحليله مفوجه مفوجه فرقي لا بارتي بريفي على بارتي ديال الصالون جات غزال. حتى الاطلالات اللي عندها الاطلالات زعما على الجرده فهمتي، كتفصح الشاهيه ماشي الاطلاله على الديور. داكشي اللي كاين هذا بارتو عندها دو فاصاد، فاصاد على الباتيو وفاصاد على الجرده. يعني فيها دو فاصاد، فيها دو فاصاد هنايا الكوزينه، الفاصاد الاولى اللي كتطل على الباتيو والشعيه ديالها هي هذيك. حتى الكوزينه ديالنا جات حليلوه مولات لابارتمون بغات شي تصلحها، خلات زعما كاين الاصلاح لهذاك الشاري اللي غيبغي يشري. كاين اللي غادي يبغي يعملها كوزين امريكان، كاين اللي غيبغي يعملها الومنيوم، كاين اللي غيبغي يعمل ام دي اف. طبعا الواحد غادي يبيع من الاحسن ما يصلحش باش يخلي الشاري يعمل شنو ما بغى. حتى الثمن ديالها ثمن مشجع، يعني غادي تخلي لكم الفلوس فين تصلحوا. المساحه ديالهم كبارين، يعني بارابور لي زابارتمون اخرين اللي كاينين في سكن اقتصادي كيكونوا ضيقين. هادي لا داكشي اللي بان لي والله العظيم، هاد البيت هذا الاول حتى هو بان لي كبير في هاد اللون هذا الخطيط على السطح، يا اما البيت ديال لي بارون حيت فيه ماليو ديال الحيط انتيغري، اولا اذا بغاو يعملوا بيت ديال العوابل يعني محوط الخيام ما خصو يكون بيت نعاس، ما يصلحش بيت دكلاس حيت فيه الماليو ديال الحيط. او لابارتمون كيف ما قلنا لكم جات في الجامعي العرفان واحد. فين جا العرفان واحد بالضبط؟ بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش العرفان واحد فين جات، جات في الزياتن قريبه من اسواق السلام، قريبه من اتقدم، قريبه من طريق الرباط، قريبه من قزنايا، وقريبه حتى من مرجان سوبر مارشي مرجان، وقريبه اهم حاجه من الجامعات الكليات. الناس اللي باغا تستثمر فلوسها واللي كيطلبونا على الديور اللي قرابين الكليات، ها فرصه فين جات. يعني هذه اذا بغيتو حتى ما تسكنوش فيها ما عندكمش الغرض في طنجه، شريوها وديروها
كالستمار تكريوها طول العام الناس طلبة وكتخواليكم في الصيفية تقدروا ديك ساعة تجيو تستغلوها في الصيفية ما عرفوش يعطيوها لنا حنا نتكلفوا بالكرا كتكلفوا بلاجيسيون ديال الكرا نتوما كتعرفوا غير باش كتدخلكم شهريا ابار الكرا كتكلفوا بالغينوفاسيون جديد الاراضي اذا عندكم نبنيوها اخرى هنا المشاريع التجارية اذا بغيتوا تعملوا الاعلانات عندكم فلوس وما عرفتوا فين تستثمروهم حنا كاين بروجيات واجدين كنبيعوهم مرحبا تواصلوا معنا الارقام اللي كاينين على الشاشه وطلبونا على اي حاجه بغيتوها واذا كنت في اول مره كتشاهدنا ما تنساش زر سبسكرايب لايك ابوني وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم كيقلبوا على العقار او على الكرا او على غير بغاو يسارعوا طبعا ماشي ضروري كي تيكونوا عندهم فلوس اولا تبغيني يشريو لابارتمون عادي يتفرجوا فينا يقدروا يتفرجوا فينا وياخذوا افكار على الاصلاحات اللي كاينين في الدور ديال الناس على التفريشات كيفاش كتفرشوا ما قدرتوش عيطوا لنا مرحبا تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه صوت المكالمه صوت الواتساب الواتساب ما كنجاوبوش المكالمات كنجاوبو غير المساجات تواصلوا معنا ان شاء الله ما يكون غير خير ودابا نكملوا البقيه ديال هذا لابارتمون اللي باقي فيها بيت نعاس الثاني والحمام الطواليت ديال لابارتمون الطواليت ديالنا هي هذه اللي جات مزلجه حتى النص فيها الطاقه ديال التهويه وفيها الدوشه اللي يقدروا مثلا يعملوا ليه داك الكوليس باش كيبقى ديما الحمام سخون وسخون حاجه والله راضي وهنايا كاين الشومبر الثانيه اللي حتى هي فيها هذا اللون هذا بنوتي ما ذكرناش الصباغ النوع ديال الصباغ اللي كاين في الدار هذا العنبره العنبرة غزالة صراحة الله يعني عامل العنبرة غير داك الحيط واللي اون فاس لا عاملينها سامبل البيت بارك الله راه واسع وكبير كيف ما شفتوا فيها هاد النوع ديال الصباغة بحق تقدروا ما تقيدوش به إذا بغيتوا يعملوا البيت ديال الوليدات يعني سهل أنه يتبدل لون شي به وهاد فيها هاد النوع هذا ديال القبس وطبعا هاد لاشوم كتطلع على الفصاد الثانية ديال لابارتمون عندك صح يعني لافصاد الأولى هي اللي في البيت الأولاني اللي شفناه الصالون ولافصاد الثانية اللي هي على الباتيو هي اللي في هاد البيت هذا والكوزينة وهاد لابارتمون راه جات في الايطاج الثاني كيف ما كنتو كطلبونا في حاجه في بروميير اي دوزيام هادي في الدوزيام ايطاج يعني حتى الدروج ديالها مزيانين ماشي معذبين يعني حنين ولابارتمون ما فيهاش الاصلاحات بزاف راه ديجا مصبوغه ومجهزه ابار الاصلاحات اللي كاينين في الكوزينه عندك الصح يعني الكوزينه غادي يجهزوها الدوق ديالو اهم حاجه يقدروا يطيحوا حتى هاد الحيط اللي بغى يستغل هاد الاسباس هذا جا في الزياتن جا قريب من اسواق سلام قريب من التقدم قريب من قزنايا قريب من لازون فرونش قريب من جميع الكليات اللي كاينين في طنجة وقريب من سوبر مارشي مارجان وقريب حتى من المجمع الحسني حتى البحر قريب ليكم بزاف اشقاء وسيدي قاسم قريب ليكم الكليات قريب بالنسبه لنا اللي غيبغيو يعملوا استثمار يعني هذه الصلاح الصيفيه والصلاح الاستثمار على طول العام أبارتمون جات في الجامع العرفان واحد جات في الدوزيام إيطاج فيها 58 متر الثمن ديالها أهيندا شحال؟ 29 مليون سنتيم أبارتمون جامع العرفان واحد صلاح يا إما استثمار يا إما سكنة لطول العام أو للصيفية غير 29 مليون عن أبو طنجه فقط الثمن ديالها بالدرهم 290 ألف درهم مغربي بالنسبة للناس اللي غادي تبغي تحول العملة ديالها اذا بغاو يشوفوها شنو عليهم ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا غادي نجيبوكم ان شاء الله تفيزيتوها بغيتوا تسقسوا على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوا في القناه ديال افيتو طونجي ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في التليفون سواء في الواتساب وحنا غادي نعطيكم المعلومات الكامله
قلنا لهم جميع المعلومات. مالك غدا مع الناس. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، فتعملوا الدير ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم بروك. امين.